الناس فهم في المنطقة ياك الجبهة تكذب علينا تقول لنا خالقة انتفاضة، وانتفاضة حد لو تعرف انتفاضة، انتفاضة راهي معناها على انه الشارع كامل حارق وناس مضحية مضحية برواحها، يعني عنه يسوى عاد قدامها القوات رافدة المدافع لا يتمرق مضحية. ما يمرق لقاش من هذه الانتفاضة، انتفاضة والانتخاب الشارع راقد ولا حرك لقاش فيه لا بدراية ولا حرك فيه حد محرك حس ولا حرك حد فيه. الناس معناها مع المقاربة وتوه حركة للناس لدعم المقاربة، ذيك هي عياطها ظاهر وحر تحركاتها ظاهرة وموجودة، صحراويين اللي في المنطقة كاملين. هذا اللي تقول جبهة على انه خارقين قالوا انتفاضة، ماش نحرك ماش نظهر، وبالتالي هو ظهر للجبهة تكيذب. منين تقول لنا عن خالق انتفاضة؟ تقول لنا عن خالق المناضلين خمسة والله ستة حق يا قر انتفاضة ما هي خالقة. السلام عليكم الإخوان، حياكم الله، معكم أخذيركم علي باريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغربي العظيم، غنشوفوا الإخوان واحد الفيديو توثق قبل ساعات قليلة من الآن واللي صوروا وسجلوا هو الفاضل أبريكا. والسبب على أنه صوروا هو أنه البوليزاريو في هذا اليوم ويامس وبالضبط اليوم كتقول على أنه الصحراويين في العيون مرقوا للشارع وكاين انتفاضة وقدرنا المغرب والاحتلال وكذا وكذا، بروبوغاندا البوليزاريو بكل ما تحمل الكلمة من معنى. هو ما كاين والو في العيون ولا واحد مرق الشارع من الصحراويين قال على انني موالي بوليزاريو وانه المغرب محتلني ونظر الاستقلال وكذا، ولكن حتى حاجه بوليزاريو فشلت في تحريض الصحراويين للخروج للشارع والتظاهر. ونعرفوا على انه المناسبه هو انه البوليزاريو طالق اكاذيب وشفناه حقيقه حتى في بعض الاعلام، لانه ستيفان دي ميستورا المبعوث الشخصي للصحراء غايزور المغرب بالضبط العيون، وهذا استغلته البوليزاريو وقالت يا الصحراويين مرقوا الشارع انتفضوا انتفضوا ضد الاحتلال بين قوسين، راه ستيفان دي ميستورا جاي للعيون بينوا له على اننا نطالبوا بالاستقلال والاستفتاء والمغرب محتلنا وحنا كنعانوا في الصحراء. فشلت البوليزاريو بكل ما تحمل الكلمة من معنى. في الأخير غنشوف الفيديو وغنسمعوا صوتيات من الصحراويين واحدين من البوليزاريو يسألونا الأسباب علاش البوليزاريو فشلت تحريض الصحراويين ضد المغرب وضد المؤسسات المغربية يكونوا موالين لها. بدأت تغذيتها أصلا تغذيتها بالدعاية وبالكذب، ومازالت لحد الساعة عايشة بذاك الكذب وعايشة بذيك الأوهام، عايشة بالأوهام. هذا هو شارع السمارة. اليوم الاثنين، اليوم زيارة ستيفن دي مستورة العيون، اليوم ستيفن دي مستورة المبعوث الشخصي للأمين العام للمتحدة مستقبل من طرف الشيوخ والأعيان والمجتمع المدني بالعيون عاصمة إقليم الصحراء. اليوم البوليزاريو منين هما البوليزاريو؟ منين البوليزاريو؟ هذه هي الرومبا اللي قدام شارع نفيل، الرومبا اللي قدام شارع نفيل، هذا شارع مكة من هون من الخلق على شارع السمارة. هذا راعي ارجع من هنا تملي لعل يعودوا جاوا ورانا باش تعرفوا عنهم ما هم خالقين. هذا اوطير نفيل، هذا وطن كثير، هذا بداية، هذا شارع السمارة مولي بلمنم بداية اتجاه شارع مكة. باش نعطو لكم ونقولو لكم ونوضحو لكم قبال عن اللي تقول البوليزاريو لا الكذيب الأحمر، مجموعة عايشة بالدعاية بالنفاق بالكذيب. منين هو هذا قضونا شارع السمارة جماهير شعبنا؟ منين هو؟ من الكهلات هذه اللي توجوا أركابها اللي كانت طارسة صقاية في الأوديات، وهو اسمه هذا اللي الجسم جسم فيل والعقل عقل عصفور، كان حتى هو طارسة يسجل. منين هذه المجموعة؟ منين انتم؟ منين كوم أوريك؟ منين هم أوريكة الحال عادي؟
ثانيا تأكدوا هما عن مشروعه مفشل، تأكدوا عن مشروعه من المشروع العادم مفشل. ضركت يا هاي قايسين، قايسين لا يدخلوا هالصحراء في حرب بين القبائل، لا يناطحوا القبائل بيناتهم وكلهم يدوروا باش يعدل الرواية يبرك ورظهر قبيلته. هذا هو اللي عادوا قايسين، الله خالوا لدمية يدخلوها في حرب أهلية، والله يدخلوها في نزاعات ضيقات قبائل بين القبائل، وكلها له يعود يمشي يبرك ورهلو. تهلك جايب لهم مالك ضحايا اللي يحضربوش تاك ان شاء الله، وشين السعد وشين الرادة. قتلت لدمية ما هو بس مهلك، وعذبت لدمية ما هو بس مهلك، وضريك منين التحقت على يحاس معك ديني. انا تقول يعني مشي قيسوك اللي عدت لهم ياك يخلصوا منك بعد. هي الاولى نحن ما قط عدنا نعاونوا للظلم، ولا قطعت قبيلة في الصحراء يسوى اي قبيلة في الصحراء تعاون حد ظالم، ولا قط بركة قط برك الظلام عند قبيلة من قبائل الصحراء، بل بالعكس قبائل الصحراء كانت تعاون المظلوم. وهذه اللي الضيقة اللي دورت عند القيادة البوليزاريو لها الصحراء باش كلها يعود يبيرك ورقية ورهرو، ذيك راهي ما هي ناجحة لهم مولي. بعد منين تأكدوا هما عن مشروع عام خيسير فشل. السلام عليكم يا كلباس، حسنا بخير وصديق بخير. قطعا عنه السؤال مهم، شنو الحل؟ من اللي ينقيسه من ما نعودوا دولة؟ نحن بغينا لا نعودوا دولة، ونحن بغينا لا نستقلوا، وقطعا عن دفعتنا كاملين نهار الأول لا شعور الهدف، وخلق اللي خلق ولي. يا غير نحن ضريك يا حسنا، احنا مالنا ضد الدولة الصحراوية، ولانا ضد الشهداء، ولانا ضد اي شيء. نحن ضريك في امر واقع، نحن نعيشو في امر واقع. الامم المتحدة عاجزة كل العجز عن حل المشكل. الميدان على الارض مسيطر عليه المغرب 99%، وهذا ما يقدر ينكره حد، كون حد ما هو باغي يبين ضعف القوة العسكرية الصحراوية، وهذا ظاهر. وأنا شفت مدة عام وأربعة أشهر ما هي ثغرة، ما هو أسير، ما هي وثيقة، ما هي حرب. ذيك هي اللي قالها الحرب، يعني قصف، وانت عارف حرب الاستنزاف ومرحلة حرب الاستنزاف وتعرفها جيدا. إذن ما هي اللي تحقق شيء؟ تستنزف انت القذائف المغربية راهي تم تقرع عليك الى واحد في الاخر، لا تقتل واحد اثنين في ذاك القصف، ثلاثة اربعة الى ما قدك محمد يجيبوا لك حماد. وراك شفت انت وتقولها بلسانك، ويقولها كل واحد مناضل يقول أولاد المغاربة يرتاحوا في البحر. هذا كل اللي يرتاحوا في البحر يلوحوا لك تف الربط. إذا منين نجوا للأرقام نلقاو عن 74 قرار من أكبر هيئة في الأمم المتحدة اللي هي مجلس الأمن، اللي تتاخذ القرار في حل المشاكل في العالم. 74 قرار في قضية الصحراء، و134 قرار في الجمعية العامة اللي هي المتحدة، الجمعية العامة المتحدة. رأيك ماشيين في 13 ولا 14 مبعوث خاص ينشر يرسل المنطقة ما في هذا الصيد اللي جاي يدرك، وما هو جايبش قطعا انه تابع اصحابه. اذا احنا ما لنا ضد الدولة الصحراوية، ولا لنا ضد الكيان الصحراوي، ولانا ضد الاستقلال، ولانا ضد اي شيء يحلم به الانسان الصحراوي. ولكن احنا اصبحنا في واقع، احنا اليوم في واقع اعجاز تام، ولا بصيص امل يبين عن خارج الاستقلال، ولا بصيص امل واحد يبين عنه يقد حد يلوي ذراع المغرب ويفرض عليه الاستفتاء. هذه انت عارفهم متأكد منها، فم يا غير ما راك لهي تصرح بها، بيك ذاك اللي ما راك باغي تقول الحقيقه، ولا واحد ثاني مولي معك.
ها هو خاصك تفهم. إذا ما دام جاء قضية حكم الذاتي تقريبا هو الأمل الوحيد اللي لا يجمع أهل الصحراء على أرضهم وعلى ترابهم وعلى وطنهم اللي هي الصحراء الغربية، ولا يستفادوا من خيراتهم، ولا يبنوا كيانهم، ولا يشتركوا مع أخوتهم اللي في، وهذا غير هذا. إلا سمحت لهم الجزائر، إلا سمحت لهم الجزائر، وإلا نعطى واحد النيغوسيو للجزائر، وإلا نضغط على الجزائر ووافقت الجزائر بواحد مصلحة معينة اللي لا تقبض فيها خيرات الصحراء، إما فوسفات ولا البحر، ولا مدخول معين مدة 200 عام ولا 150 عام، ولا شوف ذاك اللي يعدوا كيف اللي وقع في العالم، وكيف وقع في الاتفاقية الثلاثية مع اسبانيا. نظن عنه مني توافق الجزائر عن جبهة البوليسارو اللي هي توافق، وقطعا عن ديك القيادة منين تقول غدا بغينا الاستفتاء ونناقشوا الاستفتاء ونتفاوضوا على الاستفتاء، شين هي طريقته، شين هي كيفيته، وشين هي معالم واضحة. قطعا عنكم كاملين تقولوا قالت قيادتنا الراس الشيدة، وهذا انتصار، وهذا نفس الألفاظ اللي نسمعهمكم، ولكن يا حسن ما خرج حد ضد أهل الصحراء، وما خرج حد ضد جمع الشمل، ولا يا غير خارج واقع نعيشوه ملموس واضح. الأمم المتحدة ما قد حلت مشكل، وما هي اللي تحله. أكبر حد في الجبهة إبراهيم غالي، وصفها بشرطة المرور في قضية القرقارات. إذا لا تبقى أنت أبدال لعهد الشهداء، ما خارج إلا الاستقلال، ما خارج حد، العملاء هم اللي يقبلوا الحكم الذاتي، ذيك المصطلحات. يعني شوف الامر الواقع، شوف اليوم ميدان الجيش على الارض شنو، وشوف الامم المتحده اش معدله، وشوف القرار الاخير اش صار فيه. هذا هو، هي التساؤلات خاصكم تشوفوا. خلونا من اتهامات الاشخاص الثانيين، وخلونا من المواقف، وخلونا من سرد تاريخ الصحراء كانوا يبايعوا الملوك والسلاطين، والله ما يبايعوا هذاك، ما يهمنا. راعي ما قط بايعوا قع، ولا قط عنت علاقة بالمغرب بأهل الصحراء، ولا خارق قرار أممي ما هو ضد المغرب في الصحراء، ثابت لا عنها، كانت لا الصحراء خالية، ما عليها سلطان ولا ملك. يا غير نحن نشوفوا الواقع اليوم على الميدان على الأرض، يمحي ذاك التاريخ ويمحي جميع البنود، لأنها السيطرة واقعية على الأرض. ويكفي أنه وراها إسرائيل وأمريكا وفرنسا والغرب كامل. وتعرف أنت مولي وراك نطقت بها بأنه اليوم السيطرة للقطب الواحد. يامس كانوا قطبين، اليوم عاد القطب الواحد، واللي بغى يعدل يعدل، وراك شتو شوقع. تقول لي دليل ذاك هاي بالحزب هذا اللي وقع في فرنسا، كذيب. راه جا بولتون، كاع جماعة بولتون وجماعة وزير الخارجية الأمريكية وذيك المجموعة، اش عدلوا؟ دعاية مشات كي ضباب نوة متخطية، حتى هذه ديال فرنسا لا نوة، ولا تجي كذيبة ثانية لا نوة. غير شوف امر الواقع يا حسن، شوف الواقع اش واقع فيه، وشوفوا ذوك الكهلات اللي في ذاك المخيم، وشوفوا ذاك التشرد، وشوفوا ذا الشتات. مرحبا وسهلا.